زي ما شرحنا لحضراتكم ان الاحتفاليه النهارده شهدت بعض الفعاليات او عدد من الفعاليات كان من اهمها لحظات العرفان والتقدير والتكريم. السيد الرئيس النهارده كرم ابطال حرب اكتوبر بمناسبه اليوبيل الذهبي للنصر في الندوه التثقيفيه 38 للقوات المسلحه، واحنا معانا مداخله مع احد من كرم، السيد محمد نجيب السيد أحمد مساعد أول سلاح الإشارة. بحييك يا بطل معانا في التاسعة وبقدم لك التحية. ربنا يخلي حضرتك. قل لي بقى، شفت النهاردة إزاي في الندوة التثقيفية ولحظات التكريم من الرئيس السيسي لأبطال أكتوبر؟ ندوة عظيمة والله، وتحيا مصر، تحيا مصر. تفتكر إيه بقى من ذكريات أكتوبر اللي هي ما بتنتهيش لحد النهاردة؟ ذكريات اكتوبر، اقسم بالله يوم 6 اكتوبر انا العربيه اللي كنت مستلمها كعربيه لاسلكي مجهزه لاسلكي اشاره. ايوه. العربيه دي اقسم بالله كنت يوميا عشان اسخنها وادورها يوم 6 اكتوبر بدورها مرسى واحد زي ما مرسى الوحية. سبحان الله. قلت الله اكبر، الله اكبر. علامه. الله اكبر. دورت العربية وطلعت بيها مونتها وجبت نزلتها وشدينا الهواء بتاع الجهاز وقعدنا نستقبل اشارات من الوحدات بتاعت سيادة اللواء اللي انا تابعته. سلاح الاشارة ليه دور طبعا لا يمكن اغفاله في نصر اكتوبر. طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. هو عصب المعركة بالظبط، وموضوع الاشارات وكده. انا سامع جنب حضرتك حفيدك ده اعتقد، صح؟ لا، وابن يعني ابن ابن حضرتك بيقول الله اكبر، بيردد الله اكبر وراك. بتقعد تحكي الحكاوي دي بقى يا استاذ محمد لاولادك؟ بحكي لهم، بحكي لهم والله، بحكي لهم على اللي حصل معايا. بيستقبلوه ازاي؟ لان اكيد لما اسمع من بطل شارك في الحرب غير لما اسمع من سواء فيلم اشوف فيلم او اقرا كتاب. بيستقبلوه منك ازاي وبتبقى القعده عامله ازاي؟ قاعدين حضرتك بيستمعوا للكلام ازاي؟ يعني البطولات دي حصلت وازاي يعني ربنا يعني نصره كان قاتل. مش كانوا مبسوطين بيا يعني وانا بحكي لهم. انا بشكرك جدا، ولنا الشرف ان انت معانا على الهواء احد ابطال نصر اكتوبر المجيد في احتفالاتنا باليوبيل الذهبي وخمسين سنه من النصر، الاستاذ محمد نجيب السيد احمد مساعد اول سلاح الاشاره في حرب اكتوبر. شكرا جزيلا لك مره تانيه.